كشفت البعثة الأثرية المصرية العاملة بمنطقة آثار مير بمدينة القصية بمحافظة أسيوط عن أجزاء من بعض الأبنية تعود للعصر البيزنطي وعدد من الدفنات من العصر المتأخر. والأبنية التي تم الكشف عنها في الجبانة العلوية للمنطقة هي فناء وعدد من الحجرات ملحق بها أماكن للتخزين وموقد نار. تجدر الإشارة إلى أن جبانة مير تضم مجموعة من المقابر الصخرية المنحوتة بالكامل في الصخر ترجع إلى عصري الدولة القديمة والوسطى.